يعني هل يستطيع بشر أن يقوم بذلك؟ المسيح عاش 33 سنة، القرآن يخصص 33 آية ليذكر اسم المسيح بكافة أسمائه، عيسى ابن مريم المسيح، 33 آية. ثم أول ما نطق به المسيح مخاطبا أمه عليه السلام ألا تحزني، خاطبها ب 33 كلمة. وأول ما نطق به مبرئا أمه أمام اليهود، أمام بني إسرائيل، نطق ب 33 كلمة هي عمره. والله أيها الأحبة، أنا يعني حقيقة لو لم يكن في القرآن إلا هذه المعجزة تكفي. حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن القرآن 6236 آية. كم آية ذكرت اسم المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؟ لكي تعرف كم آية يجب أن تعرف كم عاش المسيح. حسب التعاليم المسيحية فإن سيدنا المسيح عليه السلام عاش 33 سنة، وحسب التعاليم الإسلامية أيضا المسيح عاش 33 سنة، إذن ليس هناك خلاف، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يدخلون على بعمر 33 سنة، بعمر عيسى عليه السلام 33 سنة. هذا حديث موجود لدينا في كتب الحديث، حديث صحيح. وأهل الكتاب أيضا يقرون بذلك ويقولون إن المسيح عاش 33 سنة ثم رفعه الله إليه. طيب، كم آية تحدثت عن المسيح عيسى ابن مريم في القرآن؟ لو بحثنا عن اسم، انظر معي أخي الحبيب، لأن المسيح عليه السلام جاء الحديث عنه جاء بعدة صيغ، أحيانا بصيغة ابن مريم، وأحيانا بصيغة المسيح ابن مريم، وأحيانا المسيح عيسى ابن مريم، وأحيانا عيسى، وأحيانا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. إذن هناك عدة صيغ في القرآن. المهم، إذا بحثنا عن كل الآيات التي ذكر فيها المسيح بأسمائه، يعني سواء ذكر اسم عيسى أو عيسى ابن مريم أو ابن مريم أو المسيح أو المسيح ابن مريم، يعني كل الصيغ، كل الآيات التي تحدثت عن المسيح بكل أسمائه كم عددها؟ أنا سأتركك أنت تنطق الجواب. المسيح عاش 33 سنة، كم آية تحدثت عن المسيح عيسى عليه السلام في القرآن كله؟ 33 آية بالضبط. هذه أول حقيقة نراها أمامنا، والآيات موجودة، برنامج إحصاء القرآن، يمكن أي إنسان أن يبحث ليجد صدق هذا الكلام. إذن الله عز وجل استخدم 33 آية ليتحدث عن المسيح عيسى ابن مريم، نفس عمر المسيح. طيب، هل هذه الصدفة، أو محمد عليه الصلاة والسلام هو ألف القرآن واختار ذلك أم ماذا؟ دعونا نتابع أيها الأحبة. المسيح له معجزة أنه نطق مرتين مباشرة فور ولادته، يعني لحظة مولده ولحظة خطابه لقومه، يعني عمره ساعات ربما أيام، ولكن
كان يعني لا زال في المهد صراحة. المرة الأولى عندما شعرت السيدة مريم عليه السلام بالحزن وتمنت الموت، ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل ذلك وكنت نسيا منسيا. عندما وصلت إلى حالة من لأنها شريفة وطاهرة وعذراء ولم تتخيل الذي يحصل معها، كيف ستواجه الناس، كيف ستواجه نظرات الناس وهم الذين ينظرون إليها على أنها من أتقى وأطهر النساء في ذلك الوقت، واعتزلت الناس وتفرغت للعبادة. يعني قضية في منتهى الصعوبة لأي فتاة عادية، فكيف مريم عليها السلام، فكيف بها وهي تحمل وتأتي بابنها؟ هنا لابد أن ينطق المسيح عليه السلام فناداها من تحتها ألا تحزني. هنا بدأ كلام المسيح عدة آيات. كم كلمة نطق بها المسيح في خطابه لأمه؟ فناداها من تحتها ألا تحزني. عدوا معي أخي الحبيب، عد معي كلمات النص الذي نطق به المسيح. نطق بعدد من الكلمات، سنكتشف كم هذا العدد. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. سبع كلمات. وهزي إليك بجذع عشرة، النخلة 11، تساقط عليك رطبا جنية 15 كلمة. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين 21، من البشر أحدا فقولي 25، إني نذرت للرحمن صوما 29، فلن 30، انظر معي أخي الحبيب، فلن أكلم اليوم إنسيا 33 كلمة. فأتت به قومها تحمل، وانتهى هنا كلام عيسى عليه السلام. إذن خاطب أمه ب 33 كلمة هي عمره الذي سيعيشه. الآن قد يقول قائل هذه مصادفة، طيب دعونا ننتقل لكلام المسيح لقومها، لقوم أمه. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. لاحظ أخي الحبيب البلاغة، قوة التعبير القرآني هنا، لا يوجد كلام فارغ، لا يوجد حشو، كل كلمة في مكانها. كم كلمة نطق بها المسيح في خطابه لي الناس الذين شككوا، يعني قوم أمه. إني، قال إني عبد الله. إذن أول شيء أنطقه الله بأنه عبد لله وليس إلها كما يظن الكثيرون. قال إني عبد الله. دعونا نعد الكلمات التي نطق بها، كم كلمة؟ هل معقول أن تكون 33 أيضا؟ دعونا نعد. قال إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما، أينما. هنا كلمة أينما كتبت كلمتين، في مواضع أخرى كتبت كلمة واحدة، ولكن كتبت كلمتين لينضبط العدد معنا. ارجعوا للقرآن، افتح على سورة مريم، ستجد أن القرآن فيه أينما كلمتان، كلمتين.
أين ما 11 كنت وأوصاني الصلاة والزكاة 15 ما دمت حيا وبرا بوالدتي 20 ولم يجعلني جبارا شقيا 24 والسلام 25 علي يوم ولدت ويوم أموت 30 دقق معي أخي الحبيب ويوم أموت الآن العدد 30 ويوم 31 أبعث 32 حي 33 انتهى ذلك عيسى بن مريم انتهى هنا كلام سيدنا عيسى. إذن عيسى عليه السلام نطق مخاطبا الذين شككوا بطهارة أمه نطق مدافعا عنها وأبلغهم أنه رسول ولد وهو رسول من الله هو نبي صالح نطق بالثلاثة وثلاثين كلمة هي العمر الذي سيعيشه بعد ذلك. طيب بالله عليكم يعني الذي يفكر بهذه الدقة وهذه البلاغة وهذا الأسلوب الرائع في صياغة الكلمات يعني هل يستطيع بشر أن يقوم بذلك؟ المسيح عاش 33 سنة القرآن يخصص 33 آية ليذكر اسم المسيح بكافة أسمائه عيسى ابن مريم المسيح 33 آية ثم أول ما نطق به المسيح مخاطبا أمه عليه السلام ألا تحزني خاطبها ب 33 كلمة وأول ما نطق به مبرئا أمه أمام اليهود أمام بني إسرائيل نطق ب 33 كلمة هي عمره. والله أيها الأحبة أنا يعني حقيقة لو لم يكن في القرآن إلا هذه المعجزة تكفي ولا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يشكك بهذه المعجزة لأن القرآن موجود وعمر سيدنا عيسى معروف وهناك آلاف المعجزات التي تشبه هذه ولكن أنا وقت هذه الحلقة يعني لا أريد أن يطول كثيرا يكفي هذه الحقائق الثلاثة المحكمة المتقنة الواضحة وهذا الكلام أحبتي في الله موجود في كل مصاحف الدنيا ليس في مثلا رواية حفص وفي رواية كذا غير موجود لا في كل الروايات وكل القراءات لأن القرآن ثابت وموضوع الروايات القرآنية هناك فقط تعدد في الضمة والفتحة وبعض حرف واو مثلا هنا أو حرف فاء هنا أشياء بسيطة جدا هدفها زيادة المعنى أن القراءات تعطيك معاني أكثر لذلك هذه معجزة يقينية ثابتة يستطيع أي إنسان أن يراها سواء كان مؤمن أو ملحد نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.